لا أجر نبغي لا وسام لا صدى، هي خطوة هي خبرة ورفاق، صارت تطوى واية ووسيلة، ولأجله عزم لنا دفاق. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا النهاردة إن شاء الله بإذن الله تعالى هيكون عن المناخ. هيكون عن إيه؟ المناخ. أولا عشان نعرف إيه هو المناخ، هو حالة الجو في فترة زمنية طويلة. حالة الجو في فترة زمنية طويلة، قد تكون هذه الفترة شهر أو سنة أو فصل، شهر أو فصل أو سنة أو عدة سنوات أو عدة إيه؟ سنوات. بمعنى إن الفترة الزمنية دي لو قلت عن شهر لا يعتبر مناخ، لا يعتبر إيه؟ مناخ، وإنما يعتبر حاجة تانية بنقول عليها الطقس. والطقس يختلف عن المناخ إنه حالة الجو في فترة زمنية قصيرة، قد تكون أسبوع وقد تكون يوم أو جزء حتى من اليوم. مركزين معايا؟ طيب. إيه العوامل اللي إيه هي عناصر المناخ؟ عناصر المناخ اللي هي الحرارة والضغط والرياح، بتبدأ المنظومة مع الحرارة ثم الرياح ثم الضغط ثم الرياح ثم الأمطار بصورة أو التساقط بصورة مختلفة، إذا كان أمطار أو ثلوج أو غير ذلك. طيب المناخ بيتأثر بمجموعة من العوامل، المناخ يتأثر بمجموعة من العوامل. أول هذه العوامل هو الموقع بالنسبة لدوائر العرض. لكن هل هو المقصود في هذه الحالة ان الموقع بالنسبة لدوائر العرض في حد ذاتها، ولا دوائر العرض دي علامة لشيء اخر؟ بمعنى يعني مش المقصود دوائر العرض ان مفيش حاجة اسمها دوائر عرض على الواقع، انما دوائر العرض دي عبارة عن خطوط وهمية وضعها الجغرافيين والفلكيين لتنظيم وتحديد مناطق الامتدادات الحرارية على الكرة الأرضية. إذا فإحنا بنقول الموقع بالنسبة لدوائر العرض عشان نشير للموقع الحراري للمنطقة. عندنا إحنا الدوائر الموجودة عندنا، أهم دائرة هي دائرة خط الاستواء اللي هي نمبر زيرو، دي اللي هي نقطة الصفر أو دائرة الصفر بمعنى أصح. دائرة الصفر دي بتتعامد عليها الشمس طوال العام، متعامدة عليها طوال العام، لذا منطقة خط الاستواء ليس هناك فيها فصول أو مواسم، كلها فصل واحد، كلها صيف. في فصل الشتاء الشمالي بتتعامد الشمس ما بين دائرة الصفر اللي هي خط الاستواء إلى دائرة 23 درجة ونص اللي هو مدار السرطان، ده في فصل الصيف الشمالي. في حين في فصل الصيف الجنوبي اللي هو في شهر يناير، الصيف الشمالي بيكون في شهر يوليو، والشتاء الصيف الجنوبي بيكون في شهر يناير. يعني احنا دلوقتي في صيف، داخلين على الصيف في نصف الكرة الجنوبي. بتتعامد الشمس بين مدار بين دائرة خط الاستواء ومدار الجدي اللي هو 23 درجة ونص جنوبا. ده أول عامل بيؤثر على المناخ. طيب تأثيره ايه الكلام ده؟ تعامد الشمس بيرفع من درجة الحرارة، ارتفاع درجة الحرارة يؤدي لانخفاض في الضغط، انخفاض الضغط الجوي بيؤدي إلى جذب الرياح، بيكون عامل جذب للرياح،
جذب الرياح بيؤدي لجذب الأمطار، لجذب السحب المحملة بالأمطار. الجغرافيا المناخية على فكرة مش صعبة، الجغرافيا المناخية ممتعة جدا، بشرط انك انت تفهم ما يقال او ما الكلام اللي قدامك، ما تحفظوش مجرد حفظ بس، لا لازم تكون فاهم. في حاجة هنا لازم نفهمها يا أولاد، اللي هي الفصول الأربعة. الفصول الأربعة، الأرض مائلة عن محورها بمعدل 23 درجة ونص، زي ما هو واضح في الشكل اللي قدامكم، هذه الأرض وده ال 23 درجة ونص، دول اللي هم معدل الانحراف اللي بنقول عليه احنا في عن محور الأرض. شايفين قدامكم دي صورة برضو بتوضح قدامكم اهو، بتوضح ازاي الفصول الأربعة بتحصل. ادي محور الأرض، محور الأرض اللي هو الخط الأحمر ده، هنلقى انه مايل 23 درجة ونص عن هنلاقي ان الارض المائله 23 درجة ونص. ال 23 درجة ونص دياتي بتقسم في الفصول الاربعة ازاي؟ الجزء القريب من الشمس بيبقى صيف، والجزء البعيد عن الشمس بيبقى ايه؟ شتاء. طيب لما نلف للناحية الثانية هنلاقي ان الجزء اللي كان صيف هنا بعد عن الشمس بقى شتاء، اللي هو النصف الشمالي. في حين النصف اللي كان بعيد هنا وكان شتاء، اللي هو نصف الكرة الجنوبي، بيجي شتاء الناحية الثانية لما ابتعد عن الشمس. ده السبب في تكون الفصول الأربعة. يبقى أول شيء بيؤثر على المناخ اللي هو الموقع الفلكي بالنسبة لدوائر الأرض. الجزء الثاني اللي بيؤثر على المناخ، العنصر الثاني اللي بيؤثر على المناخ، اللي هو الموقع الجغرافي بالنسبة لليابس والماء، لأن كلما اقتربنا من المسطحات المائية هنلاحظ أن الجو بيكون معتدل، الصيف بارد لطيف إلى حد ما، والشتاء دافئ إلى حد ما، فيما يعرف بنسيم البر والبحر، ان حركة الهواء بتكون في اثناء لما تكون درجة الحرارة مرتفعة على اليابس، بتكون حركة الهواء من اليابس بيكون الضغط منخفض على اليابس، فبيجذب الهواء من البحر فبيلطف درجة الحرارة على اليابس، في حين بيحصل العكس لما يكون الجو بارد، لان اليابس بيبقى ابرد من البحر، فبيحصل ان هو بيتم جذب الهواء من البر لليابس فتكون درجة الحرارة معتدلة. في مشاكل بالنسبة للصورة؟ طيب خلاص هنشوف معانا يا أولاد اللياقة رقم ثلاثة في المؤثرات على المناخ اللي احنا بنسميها التضاريس. التضاريس كلما تأثيرها بالمناخ بيتجلى في نقطتين. النقطة الأولى او النقطتين ده اللي انا عايزك تعرفهم، لان موضوع المناخ كبير حبتين، هو ممتع وجميل لكن يعني زي ما نقول يعني متفرع ومتشعب شويه. العامل الثالث المؤثر في عوامل في المناخ اللي هو التضاريس. كلما ارتفعنا عن سطح الارض بمعدل 150 متر بتقل درجه الحراره درجه واحده مئويه. دي نمرة واحد في تأثيرات التضاريس. نمرة اثنين في تأثير التضاريس، ان التضاريس بتؤدي في احيان كثيرة في حالة مواجهتها للرياح بتؤدي الى تساقط امطار، لان في بعض التضاريس قد تكون موازية لاتجاه الرياح لا تتصادم معها، ففي الحالة دي مش هتسقط امطار. يبقى نعدد مع بعضينا العوامل المؤثرة في المناخ مرة تانية.
اول حاجه الموقع الفلكي بالنسبه لدوائر العرض، وقلنا ان دائره العرض اللي هي خط الاستواء رقم صفر بتتعامد عليها الشمس طوال العام، وبتتعامل ما بينها بتتعامل ما بين دائرة خط الاستواء ومدار السرطان في فصل الصيف الشمالي في شهر يوليو، وبتتعامل بين دائرة خط الاستواء ومدار الجدي في فصل الصيف الجنوبي اللي هو في شهر يناير. النمرة 2 من العوامل المؤثرة في المناخ الموقع الجغرافي، اللي هو الموقع بالنسبة لليابس والماء. قلنا ان تأثير البحر بيتحدد في انه بيؤدي الى تلطيف درجة الحرارة، او تأثير المسطحات المائية عموما بيؤدي الى تلطيف درجة الحرارة في الصيف ورفع درجة حرارة في الشتاء، فبتكون المناطق الساحلية مناخها يتسم بالاعتدال، شتاء دافئ وصيف لطيف معتدل. وفي ذات الوقت بتؤدي إلى سقوط أمطار المناطق الساحلية في حالة وجود رياح متعامدة على الساحل، بتؤدي لسقوط أمطار زي ما حصل عندنا مثلا في مدينة الإسكندرية في مصر، وإن كانت مدينة الإسكندرية دي مش الثابت جغرافيا اللي هي السيول فيها، لكن إن هي متتزن بالمطر الشتوي لأنها تبع مناخ البحر المتوسط اللي هنشرحه فيما بعد. نمرة 3 من العوامل المؤثرة، ان شاء الله كل الصور دي هنزلها لكم على الفيسبوك باذن الله، كل الخرائط وكل التضاريس اللي انتوا عايزينها الصفحه موجوده والحساب معروف، وهنزل لكم كل اللي انتوا عايزينه ان شاء الله على الصفحه التحديث. نمره ثلاثة من العوامل المؤثره في المناخ اللي هو التضاريس، وقلنا التضاريس بتؤثر في نقطتين. النقطه الاولى اللي هي كلما ارتفعنا عن الأرض بمقدار 150 متر بتقل درجة الحرارة درجة واحدة مئوية، وفي ذات الوقت إذا تعاملت الرياح على التضاريس بتؤدي إلى تساقط أمطار، بتؤدي لتساقط إيه؟ أمطار. نيجي ندخل على الجزء اللي هو يعني إلى حد ما متشابك، مش هنقول صعب، ما عندناش حاجة صعبة بإذن الله، مش هنقول دمه تقيل، كل ما اديتنا دمها خفيف ما فيش عندنا اي مشاكل في اي حاجه باذن الله. الجزء المتشابك اللي عندنا احنا اللي هو الاقاليم المناخيه، حته الصعوبه في الاقاليم المناخيه اللي هي الفروق بين الاقاليم، هنلاقي ان الاقاليم اغلبها متقارب من بعضها من ناحيه المواصفات، لكن بتختلف في حاجه بسيطه كده، عنصر او اثنين اللي بيفرق اقليم مناخي عن الثاني. تاخد بالك من الحته دي وانا هحدد لك النقاط اللي هي بتفرق اقليم عن التاني. في الاول نعرف كلمة اقليم. يعني ايه اقليم؟ كلمة اقليم معناها منطقة تتزن لمجموعة من الخصائص تفردها عن غيرها. بمعنى ايه؟ الاقليم دي فنعتبرها انها عاملة زي الاشخاص. في اشخاص قريبين من بعض اخوات مثلا، وفي اشخاص بعاد شوية عن بعض. اللي هم ايه زي نقول ولاد عم. الاخوات تلقى فيهم شبه كبير عن بعض، شبه كبير من بعض، فتلقى واحد يعني ممكن يختلف عن الثاني، طويل شويه، قصير شويه، لونه فاتح شويه، لونه غامق شويه. في حين ان هم لو نقلنا على اقاليم ثانيه اللي هم اولاد العام هنلقى الفروق بدات ايه؟ تكبر شويه. طيب احنا قسمنا الاقاليم المناخيه عشان نريحك شويه او عشان نسهل الموضوع عليك شويه الى ثلاث فئات. ايه هم الثلاث فئات دول؟ قسمناهم تبعا لدرجة الحرارة السائدة في الإقليم المناخي. يعني قسمناهم أولا إلى أقاليم الحارة اللي هي درجة الحرارة فيها بتبقى بصفة عامة مرتفعة طوال العام. ثم الأقاليم المعتدل اللي هي فيها درجة الحرارة بتتسم بالاعتدال طوال العام. التالتة الأقاليم الباردة اللي هي بتتسم بأن درجة الحرارة فيها باردة أغلب العام. يبقى احنا عندنا كده ثلاث مجموعات من الأقاليم المناخية، حارة معتدلة وباردة. كم مجموعة؟ ثلاثة، حارة معتدلة وباردة، حارة ومعتدلة وباردة. ماشي؟
طيب مين التقسيم اللي احنا عملناه كده؟ ولو رجعنا لرقم واحد في العوامل المؤثرة في المناخ اللي هي الموقع الفلكي بالنسبة لخط الاستواء، طيب هتبقى الأقاليم الحارة موجودة فين؟ توقعك أنت كده، الأقاليم الحارة تكون موجودة فين؟ والأقاليم المعتدلة تكون موجودة فين؟ والأقاليم الباردة تكون موجودة فين؟ الاستواء الأقاليم الحارة هي اللي القرب خط الاستواء، والأقاليم المعتدلة اللي هي تبعد شوية عن خط الاستواء، والأقاليم الباردة دي اللي بعيد خالص بقى عن خط الاستواء. طيب هذه الخريطة واضحة قدامنا بتاعت الأقاليم المناخية دي، بتشمل الأقاليم المناخية الموجودة في العالم كله. ماشي؟ هنزل لكم خريطة تاني دلوقتي، لأن أنا كنت منزل مجموعة من الخرائط بس للأسف مش عارف إيه اللي حصل اتشالت شوية، رجعت لقيتها شوية. بص معايا كده، الخريطة دي كبيرة شوية، فمحددين عليها الأقاليم المناخية بتاعت العالم كله، بس هنفصصها لكم واحدة واحدة الخريطة نفسها عشان خاطر تاخد بالك معايا. قلنا إن الأقاليم الحارة هي اللي موجودة حول خط الاستواء أو قريبة من خط الاستواء. ماشي؟ وآدي دي بقى خريطة العروض اللي موجودة في العالم. خدوا بالكم معايا. أهو. آدي خط الاستواء زي ما بنقول إحنا. أهو. هتلاحظ إن الأقاليم الحارة حوالين خط الاستواء، ما بين خط الاستواء وما بين مدار السرطان من الشمال ومدار السرطان ومدار الجدي في الجنوب. أهي المنطقة الصفراء دي. هتلقى الأقاليم المعتدلة اللي هي بالأخضر اللي فوق دي. هتلاقي الأقاليم الباردة اللي هي بالأزرق دي اللي هي في الآخر خالص. ماشي؟ كده واضحة قدامكم؟ ننقل على الخريطة الثانية. يبدأ بتاعت الأقاليم. نيجي بقى للأقاليم الحارة، نيجي للأقاليم الحارة. أول إقليم عندنا من الأقاليم الحارة هو الإقليم الاستوائي. الإقليم الاستوائي زي ما قلت لكم إن هو ما فيش لا شتاء ولا صيف. الصورة هتيجي معاكم دلوقتي. الصورة هتظهر معاكم دلوقتي. بس ركز معايا في الكلام في الأول لحد ما أتحمل معاك الخريطة. الاقليم الاستوائي زي ما قلنا الدرس ده محتاج تركيز يا اولاد، ما تتشغلش باي حاجه، خليك مركز معايا تماما. الاقليم الاستوائي زي ما قلنا في بدايه الدرس ان هو لا فيه لا شتاء ولا صيف، لان الشمس متعامده دائما على خط الاستواء سواء في الشتاء في الصيف، في كل فصول السنه متعامده الشمس على خط الاستواء، فما عندهمش لا شتاء ولا صيف، يبقى كده ما فيش مدى حراري. الشتاء بتاعهم بالليل والصيف بتاعهم ايه؟ بالنهار، لما تغيب الشمس يبقى شتاء ولما تطلع الشمس يبقى ايه؟ صيف. طيب نتيجه الارتفاع المستمر في درجه الحراره دياتي هنلاحظ ان المطر في الاقليم الاستوائي اولا الموقع بتاعه ما بين درجه صفر دائره عرض صفر لدائره عرض 10 شمالا و10 جنوبا. الموقع بتاع الاقليم الاستوائي من درجة عرض من دائرة عرض صفر إلى دائرة عرض شمالا 10 شمالا ودائرة عرض 10 جنوب. يبقى الموقع الاقليم الاستوائي قلنا من دائرة عرض صفر اللي هي خط الاستواء إلى 10 درجات شمالا شمال خط الاستواء و10 درجات جنوب خط الاستواء. طيب مميزاته إيه؟ مميزاته ايه الاقليم الاستوائي ده؟ ارتفاع درجة الحرارة طوال العام زي ما قلنا، سقوط الأمطار طوال العام، سقوط الأمطار ايه؟ طوال العام. طيب طالما في أمطار غزيرة طوال العام ده هيؤدي إلى ايه يا أولاد؟ تساقط الأمطار بغزارة هيؤدي إلى ايه؟ طب أنتوا نمو الغابات الكثيفة، ممتاز.
لا نمو الغابات، لأن النباتات بتنمو مع الأمطار الخفيفة، والحشائش بتنمو مع الأمطار المتوسطة، والأمطار الغزيرة بتنمو فيها الغابات، وبتزداد كثافة كلما اقتربنا من خط الاستواء، من الإقليم الاستوائي تحديدا. طيب الغابات الكثيفة دي بتتميز إنها طوال بالخضرة طوال العام، لأن في مياه متوفرة طوال العام، فكده مفيش فصول جفاف. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، في خطأ بيقع فيه معظم الناس، اللي هو بيفتكر إن الحيوانات اللي بتيجي في التلفزيون اللي هي زي الزراف وزي الغزال وزي النمر والأسد، أو الحيوانات العاشبة والحيوانات اللاحمة، بتعيش وسط في الغابات الاستوائية، وده خطأ شائع، لأن الغابات الاستوائية لا تسمح بحياة هذه الحيوانات لأنها كثيفة جدا، فما يقدرش يخش فيها فيل مثلا، ولا تقدر تخش فيها زرافة، ولا يقدر يخش فيها أسد ولا نمر، لأنها كثيفة جدا لدرجة أن صعوبة الحركة فيها. إنما الحيوانات دي كلها حيوانات في نباتات السافانا، حشائش السافانا. إنما الحيوانات اللي موجودة في الغابات الاستوائية هي الحيوانات الزاحفة والمتسلقة، زي القردة وزي الأفاعي. دي الحيوانات الموجودة في الإقليم الاستوائي، في غابات الإقليم الاستوائي. طيب إيه الموقع الجغرافي للإقليم الاستوائي؟ هنلاحظ إنه موجود حوالين خط الاستواء في قارة إفريقيا، في حوض الكونغو، وفي شرق قارة أمريكا الجنوبية في حوض الأمازون، محاطة بالجنوب أمريكا الجنوبية. ده بالنسبة للإقليم الاستوائي وشبه الاستوائي. نمرة اثنين، في الأقاليم الحارة عندنا الإقليم المداري، واللي بيسموه الإقليم السوداني. الإقليم المداري ويسموه الإقليم السوداني. الإقليم ده بيمتد من دائرة 10 شمالا ودائرة 10 جنوبا إلى دائرة 15 شمالا ودائرة 15 جنوبا. بيتسم، ده بالنسبة للموقع الفلكي بتاعه. الموقع الجغرافي موجود في أمريكا الجنوبية، شمال وجنوب حوض الأمازون، وفي هضبة جيانا والبرازيل، في أستراليا في بعض الأجزاء من جنوب أمريكا الشمالية برضو، وفي وجنوب غرب آسيا، زي ما هو موضح عندكم على الخريطة. تمام، ده الإقليم الاستوائي. هنا كده وشبه الاستوائي، الاستوائي وشبه الاستوائي. ده الإقليم المداري الحار اللي بنسميه الإقليم السوداني. تمام كده؟ بالنسبة للصفات، الخصائص النباتية والحيوانية للإقليم المداري، الغابات طبعا أقل كثافة نتيجة قلة الأمطار عن الإقليم الاستوائي، في تدرج في درجة الحرارة، وتدرج في درجة كمية التساقط. يعني كمية الأمطار المتساقطة على الإقليم الموسمي المداري الحار اللي هو السوداني أقل من كمية الأمطار المتساقطة على الإقليم الاستوائي. المطر بيزداد غزارة في فصل الصيف مع شتاء قصير جاف، ودي نقطة الاختلاف، خد بالك من دي. احنا قلنا الإقليم الاستوائي وشبه الاستوائي الأمطار طوال العام، ده الإقليم الاستوائي المطر فيه طوال العام. ده الإقليم السوداني اللي هو المداري، المطر فيه في فصل الصيف، وفصل الصيف أطول من فصل الشتاء كتير، فصل الشتاء فصل قصير جاف. النباتات اللي هنا أكثر كثافة غزارة نتيجة كمية الأمطار أكثر. عندنا غابات خضراء طول العام غازية كثيفة جدا، هنا عندنا غابات بتتدرج لحشائش السافانا. بتتدرج لحشائش ايه؟ السافانا، وتوجد فيها الحيوانات اللي هي بقى موجوده في مخيله الناس. عندنا الفيله، وعندنا الزراف، وعندنا الاسود، وعندنا الابقار، وجاموس النوم، الى اخره. تمام، ننتقل للاقليم اللي بعد كده من ضمن الاقاليم الحاره، اللي هو الاقليم الموسمي. الاقليم ايه؟ الموسمي. وده موجود في نفس الموقع الفلكي بتاع الإقليم السوداني،
وهنعرف الفرق بالاتنين بعد كده، بس انا مش هقولها، هخليكم انتم تستنتجوه. بالنسبه للموقع الفلكي يوجد في نفس الموقع، من دائره عرض 10 شمالا الى دائره عرض 15 شمالا، ومن دائره عرض 10 جنوبا لدائره عرض 15 جنوبا، يوجد في اسيا، في الهند، في جزيره الهند الصينيه اللي هي كوريا، الفلبين، وفي شمال شرق، في شمال قاره استراليا، وفي افريقيا في هضبه اثيوبيا وجزيره مدغشقر. الامطار صيفيه، جفاف شتوي، الاشجار موسميه صيفا، اهم الاشجار الموجوده في جزر الهند والصنبل وبعض حشائش السافانا. هذه الاقليم الموسمي، ده الموقع بتاعه. نقول مره ثاني، الاقليم الموسمي بيوجد في نفس الموقع الفلكي للاقليم المداري حار، من دائره 10 لدائره 15 جنوبا وشمالا. الامطار صيفيه، جاف شتوي، تنمو فيه الاشجار الموسميه، أهم الأشجار جوز الهند والصنبر، وفي بعض حشائش مثل ذلك. يتواجد هذا الإقليم في الهند، وفي جزيرة الهند الصينية اللي هي هنا، هذه كده. وبالنسبة في قارة أفريقيا في جزيرة مدغشقر. الفارق بين الإقليم المداري والإقليم الموسمي إيه؟ الفرق بين الاثنين في الموقع الجغرافي. يعني ده يوجد في شرق اسيا اهو زي ما شفنا، جنوب شرق اسيا، بينما الثاني بيتواجد بصفه رئيسيه في افريقيا وامريكا الجنوبيه. الاقليم الثالث عندنا من الاقاليم الحاره اللي هو الاقليم الصحراوي، وشبه الصحراوي. ده بيتواجد بصفه رئيسيه في افريقيا، في الصحراء الكبرى، بياخذ شبه الجزيره العربيه معاه في قارة آسيا، وبياخذ جزء من أواسط آسيا، الجزء الكبير ده. ده بنسميه الإقليم الصحراوي وشبه الصحراوي. يتسم هذا الإقليم بارتفاع درجة الحرارة صيفا، وإنه قارص البرودة لدرجة التجمد في فصل الشتاء. يعني درجة الحرارة في المناطق دي هتلاحظ إنها في الصيف قد تصل إلى درجة 40 مئوية. 40 مئوية في الصيف، بينما في الشتاء بتنزل درجة الحرارة ما يعادل 15 تحت الصفر. المطر قليل جدا جدا، نادر، وإن سقط بيسقط على هيئة سيول شتوية، طب سؤال مفاجئ كده، هي مصر تقع ضمن أنهي إقليم؟ الخريطة قدامكم أهو، أظن أنتم تعرفوا موقع مصر كويس على خريطة العالم. مصر تقع ضمن أي إقليم؟ الصحراوي. ممتاز. اقليم البحر المتوسط والاقليم الصحراوي بالصين، مسيطر على مناخ مصر هو الاقليم الصحراوي. اقليم البحر المتوسط يا دوب تقع بس يعني مدينه اسكندريه فقط، انما المسيطر على مصر هو المناخ الصحراوي، اقليم مناخ الاقليم الصحراوي. طبعا طالما الامطار ضئيله جدا ونادره جدا، هتبقى في حياه نباتيه؟ وإن وجدت هتبقى إيه الصفة الغالبة عليها؟ هتبقى حياة فقيرة. ما طالما ما فيش مطر ما فيش نبات، ده شيء طبيعي، وطالما ما فيش نبات برضه مش هيبقى في حيوان. في تناسب طردي ما بين كمية التساقط اللي هي الأمطار وبين الغنى في الحياة النباتية والغنى في الحياة الحيوانية. الكل مرتبط ببعض، في أمطار يبقى في نباتات، في نباتات يبقى في حيوانات. ما فيش أمطار يبقى ما فيش نباتات، ما فيش نباتات يبقى ما فيش حيوانات. خلاص الموضوع منتهي يعني. كده يبقى خلصنا الاقاليم الحاره، كده خلصنا الاقاليم الحاره. نخش بقى على الاقاليم المعتدله الدفيئه.
الأقاليم المعتدلة تنقسم لقسمين، المعتدلة الدفيئة والمعتدلة الباردة. في شيء مش واضح بالنسبة للأقاليم الحارة قبل ما ننقل عليها؟ في شيء مش واضح؟ ننتقل للأقاليم المعتدلة. أول حاجة عندنا الأقاليم المعتدلة الدفيئة، دي توجد ما بين دائرتي عرض بالنسبة للموقع الفلكي بتاعها 30 و45 شمالا وجنوب خط الاستواء، شمالا وجنوب خط الاستواء. أول إقليم عندنا، أول إقليم عندنا في الأقاليم المعتدلة الدفيئة اللي هي الصحاري المعتدلة، ودي موجودة في هضاب غرب أمريكا الشمالية ووسط آسيا وجنوب أمريكا الجنوبية. هاي هنا كده دي بنسميها الصحاري المعتدلة الدفيئة، كل دي تبع الصحاري المعتدلة الدفيئة جزء مظلل. ده في نقطة لازم تكون عارفها برضو، ان مسألة التضاريس زي ما قلنا بتأثر على المناخ. يعني ازاي؟ يعني ممكن تلقى مثلا في منطقة معينة تابعة للمناخ الاستوائي مثلا، لكن فيها مرتفعات بتخرجها من الاقليم الاستوائي تدخلها في اقليم تاني، اقليم معتدل، لان كل ما ارتفعنا مثلا 150 متر درجة الحرارة نزلت درجة واحدة مئوية، يبقى كده انتقلت من اقليم مناخي لاقليم مناخي تاني. دي بنسميها الجيوب، بنسميها ايه؟ الجيوب. يعني تيجي مثلا في عندك وسط قارة اسيا هنا هتلاقي مرتفعات الهيمالايا، هي المفروض انها تبع الصحاري الحارة، لكن نتيجة ارتفاع السطح تحولت من المناخ صار حارة المناخ الجبل اللي هو بيكسوها الثلوج ودرجة الحرارة فيها تحت الصفر طوال العام. دي بنسميها الجيوب المناخية. طيب الإقليم الصحاري المعتدلة زي نفس الخصائص تقريبا، بتاعت الصحاري الحارة، لكن تختلف في نقطة هامة اللي هي إن زي ما قلنا في الصحاري الحارة المطر شتوي على هيئة سيول، إنما دي المطر صيفي. شفت نقطة الخلاف بين الاثنين؟ دي المطر بتاعها شتوي اللي هي الصحاري الحارة، والصحاري المعتدلة المطر بتاعها صيفي. وجود الخريطة معاك بيسهل عليك كتير جدا لما تيجي تذاكر، لأن أنت عارف موقع دي وموقع دي فمش هتتلخبط. إنما تحفظه نظريا كده من غير خريطة ومن غير ما ترسم الخريطة بإيدك وتحدد على المواقع وتكتب ملاحظاتك، مش هتقدر تفهم الأقاليم المناخية ولو بعد سنة. يعني خدها مني من الآخر كده، الأقاليم المناخية لما تيجي تذاكرها تعمل حاجتين، ترسم الخريطة بإيدك وتكتب الملاحظات والمواصفات على الخريطة نفسها. يعني مثلا تمسك الصحاري المعتدلة دي تروح تكتب عليها صحاري معتدلة وصفاتها المناخية كذا 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 كذا. بالنسبة للحياة النباتية طبيعي زي ما قلنا، طالما الحياة طالما نسبة التساقط قليلة يبقى الحياة النباتية فقيرة والحيوانية أيضا فقيرة. نيجي للإقليم التالي من الأقاليم المعتدلة اللي هو إقليم البحر المتوسط، اللي هو الإقليم الأسود ده، إقليم البحر المتوسط. إقليم البحر المتوسط ده سهل جدا في مواصفاته. إيه هو مواصفاته بقى؟ حار جاف صيفا دفيء ممطر شتاء، عامل زي الأغنية، حار جاف صيفا دفيء ممطر شتاء، اللي هو إقليم البحر المتوسط. إقليم البحر المتوسط الموقع الفلكي بتاعه من دائرة عرض 30 لدائرة عرض 45 شمالا وجنوب خط الاستواء، شمالا وجنوب خط الاستواء، دائرة عرض 30 لدائرة عرض 45. لكن في نقطتين هامتين بالنسبة للمناخ بالنسبة لإقليم البحر المتوسط، ايه هما؟ أول حاجة المطر شتوي، تاني حاجة إن إقليم البحر المتوسط بيوجد في غرب القارات. تذكر هذه جيدا،
تقسيم البحر المتوسط مطر شتوي بيوجد في غرب القارات زي ما انت تلاحظ كده، في حوض البحر الابيض المتوسط اهو، غرب قاره اسيا، غرب وجنوب قاره اوروبا، غرب قاره افريقيا، غرب قاره امريكا الشماليه، غرب قاره امريكا الجنوبيه، غرب قاره افريقيا من تحت، وغرب وجنوب قاره اسيا. ما فيش اقليم بحر متوسط شرق القارات نهائي. ما فيش اقليم بحر متوسط شرق القارات نهائي. ماشي؟ طيب زي ما قلنا ان مطر اقليم البحر المتوسط مطر شتوي. مطر ايه؟ شتوي. اهم اشجار البحر المتوسط الزيتون، وبيسموا البحر المتوسط الدول المحيطة بالبحر المتوسط محوطة البحر المتوسط حزام الزيتون. ده مصطلح تاريخي بيطلق على هذه البلدان، حزام الزيتون. يمكن سوريا مثلا تشتهر جدا بالزيتون، كذلك الأمر في ليبيا، كذلك الأمر في فلسطين، كذلك الأمر في أسبانيا وإيطاليا. كل البلاد تشتهر بزراعة الزيتون لأنها من أهم أشجار البحر المتوسط. نيجي للإقليم الثالث عندنا من الأقاليم المعتدلة الدفيئة، اللي هو الإقليم إقليم شرق القارات. إقليم شرق إيه؟ القارات. وده نفسه هو إقليم البحر المتوسط من دائرة عرض 30 ل 45، لكن يختلف عن إقليم البحر المتوسط في إن الإقليم ده موجود شرق القارات. ما فيش إقليم صيني يوجد غرب القارات، وما فيش إقليم بحر متوسط في شرق القارات. يبقى الفرق الأساسي بين الإقليم الصيني الدفيئ وإقليم البحر المتوسط إن الإقليم الصيني الدفيئ يوجد في شرق القارات، وإقليم البحر المتوسط يوجد في غرب القارات. الإقليم الصيني الدفيئ أمطاره صيفية، إقليم البحر المتوسط أمطاره شتوية. عرفنا الفرق بين الإقليم الصيني الدفيئ وإقليم البحر المتوسط؟ الإقليم الصيني أمطاره صيفية يوجد في شرق القارات، إقليم البحر المتوسط أمطاره شتوية يوجد في غرب القارات.